لم تتوقف الهاشتاجات والفيديوهات منذ أن كست الثلوج منطقة الشرق الأوسط. كانت حصة الأسد منها من نصيب بلاد الشام. لكن كالعادة ومع كل ترند هناك فيديوهات غير حقيقية أو قديمة تم تداولها على أنها جديدة. كان أبرز هذه الفيديوهات بين كيف غطت الثلوج قبة الصخرة وباحة الحرم القدسي، وهو ما حدث بالفعل. لكن المقطع الذي ظهر والمتداول لا شأن له بثلوج هذا العام، بل نشر قبل عام. دعونا نتابع الصور. إذن صورة جميلة لكنها قديمة. أما المقطع الثاني الذي كان مضللا أيضا فهو يتزامن مع الأحوال الجوية العاصفة التي تشهدها مصر. الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا يظهر رياحا عاتية تضرب إحدى المدن وتكاد تقتلع الأشجار من الشوارع. تم عنوانة الفيديو بالإسكندرية الآن، إلا أنه هو الآخر ليس دقيق الوصف. فهذا الفيديو نشر منذ سنوات وهو يوثق عاصفة في لبنان عام 2019 خلال المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد حينها.